قصة قارون. شيخنا، هل أخبرتنا كيف كانت نهاية قارون؟ فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله، وما كان من المنتصرين. خسف الله به وبداره الأرض، ولم يجد من يدفع عنه العذاب. وكيف أصبح من تعلقت قلوبهم بالدنيا؟ وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أن الله علينا لخسف بنا، ويكأنه لا يفلح الكافرون. ندموا وآمنوا بأن الرزاق هو الله، واعترفوا بتفضل الله ومنه عليهم. وماذا عن الآية 83؟ تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة للمتقين. أخبر الله في هذه الآية أنه جعل الدار الآخرة للذين لا يريدون علوا، أي تجبرا في الأرض، ولا فسادا، وأخبر سبحانه أن حسن الخاتمة إنما يكون لمن اتقى الله عز وجل. وماذا عن الآية 84؟ من جاء بالحسنة فله خير منها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. إنها الآية التي ختمت بها قصة قارون في السورة، وفيها أخبر الله أن من جاء في الآخرة بالحسنة فله خير منها بالفوز بالجنة، ومن جاء بالسيئة فلا يؤاخذ إلا بقدر سيئته. وبهذا نكون قد أنهينا تفسير آيات قصة قارون في سورة القصص. تعلمنا اليوم قصة قارون، وأما عاقبته فقد خسف الله به وبداره الأرض ولم تنصره أي فئة. وهنا تغير موقف من افتتن بقارون، فندموا وأيقنوا أن مصدر الرزق هو الله، وأدركوا تفضل الله عليهم حيث لم يخسف بهم الأرض. وأخيرا ختم الله تبارك وتعالى القصة بأن العاقبة للمتقين.